هي شبكة أسواق تاريخية لها صفتها المعمارية الخاصة، وتشكل في مجملها أجمل عناصر العمارة المكونة للقدس، ومتاجرها التي تستقر على الجوانب تجمع بين الحداثة والماضي. هذا كنز، كنز أحسن من مليون عمارة في أمريكا، محل متر بمتر أحسن من مليون عمارة في أمريكا ولا في أوروبا كلها. منطقة أثرية و فيها بضاعة حلوة حلوة يعني، غير عن كل المدن برا طبعا. يمتد سوقان الزيت من باب العمود إلى أقصى مدينة القدس، وقد اشتهر هذا السوق بطوله من حيث المساحة وبعطوره من حيث البضاعة. جميع أسواق مدينة القدس بنيت في عهد الأمويين، وآخر تحديث لها كان في العهد العثماني بلمسات معمارية عثمانية الشكل. يا زي احنا بسوق يعني، لو هذا كان اسمه سوق العطارين أو خان باب الزيت، وإذا بتلاحظوا إذا صورتوا هتلاقوا بعض قليل من المحلات يعني بتشم ريحة البهارات والشغلات الجميلة بتميز فلسطين، لكن رغم الظروف نتيجة للظروف الصعبة هتلاقي معظم المحلات تحولت ل يعني غير الصناعة الحقيقية، غير اللي هو المهنة الأساسية العطارة والحلويات. أسواق القدس العتيقة بقعة من التاريخ الإسلامي العربي تنبض بالحياة حتى اليوم. كتب بها الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي أبياتا تليق بهذا السوق، قال فيها: القدس رائحة تلخص بابلا، والهند في دكان عطار بخان الزيت. لمشروع صحافة المواطن الشاب، نورس أبو غزالة، القدس.